النشام الله عليهم الله الله شتت القلب الجزيلة يا راعى المهر الأصيلة ونجبر نعم القبيلة يا رب عدلنا المرجية عريس الله هلا عليهم يلا حي النشامة وين ها
من صغر قول حي الله حي جمهور يلا حي جمهور ونعم بيهم عليهم
حي النشامى ونعم مجبور الله الله الشيمة فيكم موصوفة تسلم بني صخر ونعم فيهم هيا جمهور يلا حي النشامى الله يا جبور الله الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، الحمد لله رب العالمين الذي أحل لنا الزواج وحرم السفاح، الحمد لله على النعم، الحمد لله على أمننا في وطننا. خير الكلام دائما كلام رب العالمين. وأنا والله بهالحالة ما أدري، وأنا بدي أطلب وأنا بدي أعطي، هذه بنتي وهذا ولدي وهذولا كلهم، لكن هذه عادات طيبة، عادات نتمسك فيها وإن شاء الله أن تكون عادات الخير اللي نسعى دائما لها. يقول عز من قال في محكم تنزيله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يحث على هذا الأمر اللي به مصلحة المؤمنين ومصلحة المسلمين اللي هي تكوين الأسرة المسلمة الصحيحة على شرع اللي أحله رب العالمين لنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا المساء الطيب وهذه اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة، وباسم أخواني جميعا من بني صخر وعشائر الجبور والسولميين اللي نعتز ونفتخر فيهم، والعجارمة والأصدقاء والأنسباء وكل من حضر معنا، احنا جئنا في هذا المساء الطيب نطلب خطبة يد ابنتكم رهف عواد الجهني إلى ابننا يونس عطى سند الفرويج على هدي الكتاب وسنة الرسول. أول شيء والله عشيرتين وكل عشائر الجبور وكل عشائر بني صخر وكل عشائر الأردن عشائر نعتز فيها ونفتخر فيها. فهذا النسب ما هو جديد ولا أول نسب، لكن حنا ودنا نزيد مثل ما يقولوا القربة، ونزيد المحبة ونزيد الرابطة ونقويها ما بيننا. فإحنا جينا هذا المساء نطلب موافقتكم على طلبنا، ولكم جزيل الشكر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. وطأتم سهلا وحللتم أهلا، فحياكم الله جميعا. أنا سبقني شيخنا اللي يعتبر هو أب للجميع، هو يعطي وهو اللي قال الرجال فهم علي يعطي، فأبو بركات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للجميع، يعني حكى بما فيه الكفاية. لكنني أريد أن أزيد شيء قليل على ما قاله الدكتور معالي. أولا لنا شرف عظيم بهالوجوه الطيبة اللي جت لديوان قبيلة جينة يطلبون يد ابنة عواد رهف إلى ابننا البار أيضا، وهذه العائلة بالذات عزيزة علي، أبوهم وعياله والأسرة كاملة عزيزين علي، لأن بيني وبينهم علاقة طيبة صراحة. فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وترضون دينه فزوجوه، فهذا أمر. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وهذا الزواج سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من هذا الأمر. لذلك إحنا نرحب بالجميع، ولا نريد أن نزيد أكثر مما قاله الدكتور اللي يعتبر أب للجميع صراحة يعني، وليس مجاملة. الدكتور غالي علينا
والجاهة اللي اجت معهم معه كلها غالية علينا، وما نزيد الملح إلا ملاح، ولا نريد أن نتوسع بالحديث والطلبة. حنا نقول من ناحيتنا ونيابة عن عيال عمي الخاصين وعن قبيلة جهينة وعن الحاضرين، نقول أهلا وسهلا ومبروك عليكم، وهي يعني اللي قالها الرجال قلادة من رقابنا لرقابكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤسس من هذين الشابين أسرة صالحة توحد الله. نسأل اللهم التوفيق والسداد، ونسأل لهم الحياة الطيبة، وأهلا وسهلا وألف مبروك يا عريس، مودا كثر أكثر من هيك، وحياكم الله، وعلى ذلك الفاتحة. حياكم الله، مبروك على الجميع. مبارك ان شاء الله، المبروك يا رب، يا رب ان شاء الله. هذا دور الشباب حبيبي باعتباره ولدك. اي والله ولدنا. اي والله يا